إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، عليه أفضل الصلاة والسلام. مولانا الدكتور شوقي علام تحدث عن محبة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ومحبة آل البيت عليهم رضوان الله. نأتي إلى محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المقدمة الصديق أبو بكر الصديق. مولانا يعني على ذكر الطيبين الطاهرين المقدرين الذين عاشوا في الأنوار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اسمح لي قبل أن آتي إلى هذه المنطقة من منطقة المحبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أطرح تصورا، ما رأيك في أن سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسائر الصحابة رأوا ببصرهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو جهل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره، ما الفارق بين النظرتين؟ بلا شك أن هذا شاهد أنوارا وشاهد إشراقات في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن واستنار قلبه واستضاء بنور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتواها النور، وأبو جهل لم يحصل له شيء من ذلك، مصمت. نعم. وبناء على ذلك الخيرية تكون لمن الخيرية بلا شك تكون لمن رأى وآمن، مظبوط، لمن هو صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام نظري، يعني ربما نستنتجه من خلال مقدمات معينة، لكن عندما نجد نصا يضيء لنا الطريق ويقول لنا اعلموا أيها المسلمون بأن هذا الجيل، جيل الصحابة، من أفضل الأجيال التي مر سيمر عليها الإسلام، وبناء على ذلك تكون محبتهم واجبة في هذه الحالة، مظبوط، لقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فأثبت الخيرية لهذا الجيل الطيب المبارك الذي حمل هذه الشريعة إلى غيره، وده ربي تربية خاصة. لما نأتي إلى تفاصيل هذه العلاقة بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، بالمدرسة المحمدية، لا تربى في المدرسة، شاهد رسول الله وهو ينزل عليه الوحي الشريف ويبلغ ويعلم المقاصد والأهداف والسياقات التي نزل فيها النص، حتى إن بعضهم يقول الله إني لأعلم بأن هذه الآية نزلت متى وأين وفيما، يعني نزلت في أي زمن، هو معاصر، عاصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرافق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر الأنوار. وشوف حتى سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو من أفاضل الصحابة الكرام، حتى إنه يعني لما صعد مكانا عاليا شجرة من الأشجار فانكشفت ساقه الشريفة رضي الله عنه، وساقه قد دقيقة لأنه هو جسمه كالنحيل ضعيف، فتبسم الصحابة وضحكوا من دقة ساق سيدنا عبد الله بن مسعود، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ساق عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد. فأنت أمام جيل ثاني، جيل مربع، إيه الشرف العظيم ده؟ طبعا بلا شك. وحتى لما سيدنا رسول منزلة. الله صلى الله عليه وسلم صعد جبل أحد ومعه سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا أبو بكر الصديق ومعه من معه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجبل شوقا ومحبة وهيبة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز، فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، فإن عليك رسولا وصديقا وشهيدين. وده يعني من أنوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نبوآته.
جبل نحبه ويحبنا، جبل نحبه ويحبنا، دي علاقة بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكون، متفاعل ومتناغم معه. الكون بيحبه، بيحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان إذا وضع الحصى في يده الشريفة يسبح ويسمع تسبيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إني أعلم جبلا في مكة ما مررت عليه إلا وسلم علي. هذا تناغم كبير جدا. فبناء على هذا الأساس، هذا الجيل الذي تربى على يد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جيلا نورانيا صاحب بصيرة، من أفضل الأجيال وممن حملوا الشريعة إلينا، بس حملوها بكل تفاصيلها. سيادتك، حتى في عملية الاجتهاد لاحظنا أن الاجتهاد الصحيح الصائب الذي يتفق ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفق ومراد الله عز وجل كان منهم، من صحابة رسول الله. أليس كان هذا اجتهادا مبكرا بين أيديهم القرآن وبين أيديهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس اجتهادا مبكرا؟ ده لازم يكون كان مبكر، لأن ده تدريب وتمرين سيدنا في وسطهم. أيوه، هو يعلمهم، وقاصد إلى أنهم يتدربون على الاجتهاد، لأن رسول الله سيموت وسينتقل إلى الرفيق الأعلى في فترة من الزمن، فلابد أن هذا الجيل يؤهل تأهيلا كاملا. يعني هم اجتهدوا بين يدي عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم. وسمح لهم بهذا، وسمح لهم بذلك. شوف سيادتك، سيدنا معاذ بن جبل، وده إقرار منه صلى الله عليه وسلم، الصحابي الجليل. على فكرة سيدنا معاذ بن جبل ده اسم كبير كبير جدا، يعني أنا أتصور لما نحكي الأعمال التي عملها سيدنا معاذ، أنا أظن أن المشاهد لما نقرأ هذه السيرة العطرة لسيدنا معاذ يقول ده عنده 70 سنة، مع أنه مات عنده 36 سنة فقط. ودفن في الأردن، وقبره هناك فيه، وأنا زرت قبر سيدنا معاذ ومعه ولده في نفس المكان، يعني في نفس القبر بس منفصلين عن بعض، بس في نفس الحوش يعني. هناك تشعر بهذه الطمأنينة والسكينة والرحمة التي تتنزل على هؤلاء في مثل هذا المكان. لذلك زيارتهم محببة إلى القلوب، لأن أنت بترتاح، بقلبك بيتعلق بهؤلاء الصحابة الكرام. فسيدنا معاذ أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا ومعلما للناس في اليمن، وقال له: يا معاذ، بما تقضي إن عرض لك قضاء؟ إذا وجدت قضية بين إيديك تعمل إيه؟ فقال له: يا رسول الله، أقضي بكتاب الله، يعني فيما نزل من القرآن الكريم، في الأولويات بقى، وأنا أحفظه، فإنني أقضي بما تعلمته وبما حفظته وبما استنبطته من كتاب الله. جميل. تعالى، وده منهجية، نحن نبحث عن حكم المسألة أولا في الكتاب. قال: فإن لم تجد في الكتاب، فإن لم تجد في كتاب الله تعالى، قال: أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: أجتهدوا رأيي ولا آلوا. الله. يعني لا أقصر في الاجتهاد، بل أبذل ما في وسعي. بحيث لم يعد عندي مكان الاجتهاد، اللي عندي عملته. جميل. في مضامين الاجتهاد شيء أنت ممكن تعمله خلاص، لذلك العلماء الأصول يطلقون على ذلك استفراغ الوسع. أيوة. في طلب الحكم خلاص، جاب آخر معاند، جاب آخر معاند، لا مزيد. يسأله في شيء ممكن تعمله؟ لا. لا مزيد على ذلك. فلما يقول له: اجتهد رأيي ولا آله، ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه رأي سيادتك؟ لو أنه أقره على ذلك، مش يكون الاجتهاد كان في عصره صلى الله عليه وسلم، ومقر هذا الاجتهاد بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على صدر سيدنا معاذ ضرب الحنان طبعا،
وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه الله ورسوله. جميل. البعض مرجفين في المدينة دائما وأبدا يذهبون لتقصي أو تقفي آثار الصحابة، بغية النبش في بعض الأخطاء أو النبش فيما يسمى أخطاء وما إلى ذلك، كيف يكون الحكم؟ بلا شك هناك عدة محاور يمكن أن نقولها في هذا الشأن وبإيجاز شديد جدا. أولا، هؤلاء الصحابة الكرام بما تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نثبت لهم أنهم معصومون من الخطأ في اجتهادهم، ولا وأنهم بشر مثلي مثلهم زي فلان، والعصمة للنبي مظبوط، والعصمة للأنبياء صلى الله عليه فهم عليهم بشر جميعا، فهم بشر ويخطئون ويصيبون، لكن لقربه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهادهم في الأمور، اجتهادهم في استنباط الحكم، اجتهادهم في الأمور الدولة، اجتهادهم في الأمور الاقتصادية، اجتهادهم في تفاصيل الحياة التي يعيشون فيها، من كان منهم حاكما ومن كان محكوما، هؤلاء نخبة من الأمة كانت على عهده صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهدوا فأصابوا عين الحق عند الله سبحانه وتعالى، فالمصيب لعين الحق عند الله سبحانه وتعالى من الحكم هو له أجران كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لم يصب الحق عند الله سبحانه وتعالى هو مأجور أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم أو القاضي أو المستنبط للحكم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أجره على اجتهاده وعلى استفراغه الوسع. جميل. وعلى هذا المجهود الذي بذله. لكن هل في هذه الحالة اجتهاده لا يعمل به؟ نحن لا ندري، إنما نجتهد أيضا في أي القولين هو الصواب، ولذلك الكل مصيب عند الله سبحانه وتعالى، الكل مصيب في الاجتهاد، والعلماء يقولون ما دام الأمر كذلك إذن يجب على هذا المجتهد أن يعمل بهذا القول في خاصة نفسه. يعني إذا اجتهد الإمام مالك رضي الله عنه في أمر، أو اجتهد سيدنا أبو بكر الصديق في أمر، أو اجتهد سيدنا عمر في أمر من الأمور في حكم شرعي، فإنه يجب عليه ببلوغه لهذا الاجتهاد غلبة الظن في أن هذا مراد الله عز وجل، يجب على سيدنا أبي بكر ويجب على سيدنا عمر ويجب على الإمام مالك ويجب على كل مجتهد يأتي فيما بعد أن يعمل بهذا القول في خاصة نفسه ولا يتركه. لماذا؟ لأن هذا هو الحق الذي غلب على ظنه من وجهة نظره. طب إذا كان الأمر كذلك ورسول الله جعله مأجورا ورتبنا على ذلك أنه يعمل به في خاصة نفسه، إذن قولك ليس مهدرا إنما قولك معمولا به. طب هل يجوز له أن يفتي به؟ نعم يجوز له أن يفتي به ويعمل الناس بناء على هذه الفتوى، لأنه غلب على ظنه أن هذا هو الصواب من وجهة نظرك. قولي صواب لإمام الشافعي. أيوة. لساتك تفضلت كثيرا في الحلقات وتنقل وتقول قول الإمام الشافعي، قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. أنا هنا كنت بسأل فضلتك في حاجتين، الحاجة الأولانية وقوع بعض الأخطاء التي ترصدها الكتب التاريخية عن بعض الصحابة، دي واحد، وعتب الرسول على بعضهم. بلا شك أن المرويات التي روت هذه الأحداث المختلفة، الإمام القرطبي حط لنا يعني ضابط للمسألة. جميل. مع فرض ثبوت ذلك هذه المرويات التي وردت إلينا من مواقف الصحابة المختلفة في أزمانهم المختلفة. جميل. وتفاعلهم مع الأحداث. جميل. الإمام القرطبي قال لنا بأن هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طهر الله سبحانه وتعالى، طهرنا الله سبحانه وتعالى من الدماء التي حدثت، يعني حدثت باجتهاد،
فمن كان مصيبا فله أجر ومن أخطأ فله أجر. ولما تجي للتحليل في كثير من المواقف وربما نقف عند موقف معين نجد أن هذه الروايات عندما تجمع وتحلل وتقرأ قراءة عاقلة متأنية بعيدة عن الهوى والتشهي تجد بالفعل أن فيها مظلومية للاجتهاد الذي حدث. يعني نجد أن الموقف كان صح وأن ممكن أي واحد فينا كان ممكن يكون ناقف في هذا الموقف يمكن أن يقع في مثل ذلك ويغبش عليه بفعل أحداث معينة وفعل عقول كانت موجودة في ذلك الوقت كان يقودها عبد الله بن سبأ ويريد الفتنة وفعل الأفاعيل في سبيل تغمية الموقف وعدم وضوحه. نحن لا نريد أن نخوض في ذلك صحيح. الآن وإنما نقول بأن هؤلاء الصحابة الأصل فيهم العدالة والأصل أنهم اجتهدوا لأنهم نحن نجلهم ونحبهم لأنهم طلاب علم في المدرسة النبوية الشريفة. أخرج لفاصل وأعود. لماذا عتب عليه أفضل الصلاة والسلام على بعضهم من بعض المواقف؟ صلى الله عليه وسلم. مولانا كنت بتكلم عن عتب الرسول. أيضا عتب الرسول ده عتب يعني والعشم وحاجات كتير خالص لكن العتب الرسولي ده حاجة عظيمة. بس أنا أريد أن أكمل فكرة الإمام القرطبي. تفضل يا فندم. هو قال لك نحن ربنا طهرنا من الدماء هذه التي حدثت أو التفاصيل التي حدثت كويس. فلنطهر ألسنتنا نعفوها بقى نعف بقى ألسنتنا نقول نكف عنه نقول هؤلاء جيل أمة قد سلفت قد سبقت ومضت وقد سبقت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لا داعي بأن يأخذنا التحليل إلى اتخاذ مواقف ولكن الألسنة الحداد لا تكف ولذلك هذه ألسنة مريضة اللسان المريض الذي يخوض في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لسان مريض هذا لسان مريض وينبغي ألا يتبع إنما الذي يتبع والذي يقول بأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم عدول وهم خير القرون الذين تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن لأننا تلقينا عنهم الشريعة ده مشكلة ده لو أننا خضنا في هذه المسائل وهذه التفاصيل يبقى إذن نحن نشكك في موارد الشريعة بحد ذاتها أذهب إلى العتب وفي الاجتهادات أذهب إلى العتب نعم وكان رقيقا في عتابه صلى الله عليه وسلم بلا شك أن أيضا من الطبيعة البشرية لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن صحابي يأخذ موقف معين يعمل شيء معين فيأتي العتاب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وده أمثلة كثيرة جدا فيها بعضها فيها التحذير يعني ألا يتخذ ذلك موقفا فيما بعد مثلا واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في معركة من المعارك في بلد فيه برودة شديدة يعني لا تطاق بالنسبة للذي جاء من شبه الجزيرة العربية يعني برودة ثلجية برودة ثلجية فأصبح جنوا فماذا يفعل الجنابة موجبة للغسل يعني سبب للغسل يعني لكي تنتهي حالة الجنابة نغتسل مزبوط. نستحمى ونغتسل الغسل المعروف اللي عارفينه الغسل ده بيكون بالماء ولو أنه استعمل الماء الموجود في هذه البيئة تجمل لمات طب نعمل إيه فأشار إليه البعض لا مفيش غير الغسل طب مفيش بديل مفيش غير الغسل فاغتسل فمات فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عاتب الصحابة الذين كانوا معه وقال قتلوه قاتلهم الله أو قتلهم الله هل سألوا فإنما شفاء العي السؤال يعني رفع الجهل في مواطن التي لا نعلم فيها أن نسأل يعني ما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ارفع الجهل الذي عندك أيها الإنسان بأن تسأل المتخصصين وأن تسأل أهل الذكر في هذه الحالة هذا عتاب فيه تحذير فيه عتاب منهجي
لا ينبغي للأمة عند في موطن معين لا يعلمون، لا أحد منهم لا يعلم الحكم الشرعي، لا ينبغي عليه أن يفتي، وإنما عليه أن يسأل غيره. مزبوط. وحتى في منطقة الاجتهاد يعني شوف، حتى مع دقة القدرة العلمية طرح سؤال عند علماء الأصول: هل يمكن للمجتهد اللي هو الجهبز الكبير العملاق العلام العلامة أنه ممكن يسأل غيره من المجتهدين في مسألة فيها حكم شرعي معين؟ قالوا نعم، إذا لم يكن قد وصل فيها إلى باجتهاده إلى غلبة الظن، ما فيها مرحلة توقف. كثير في حالات الاجتهاد مش الأدلة عنده مش مكتملة، هي موجودة لكنها ليست راجحة في جانب دون جانب، متوقف يسأل بقى الذي عنده. جميل. وسؤال فليعتب الحقيقة. في عتاب ثاني، مثلا من الصحابة الكرام في مثل هذا الموقف أيضا، لكن هو اجتهد الصحابي بفطنته اجتهد، أما كان أيضا في معركة وأصابته جنابة وهو في بلد بارد فيها البرودة الشديدة جدا، فقال وأصبح جنبا، طب يعمل إيه؟ يغتسل زي اللي فات ويموت؟ ولا تذكر هو قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. فقال إذن الله أمرني بألا ألقي بنفسي إلى التهلكة، وهذه التهلكة، ولذلك سأنتقل إلى البدل وهو التيمم. فتمرغ في التراب. جميل. يعني كأنه بقول ما دام الماء حيعمم الجسد كله فهنا عممت جسد، نعمل العمم كله بالتراب. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيحكي له يعني انا عملت كذا وعملت كذا، مثل كل الامور ان هم بيرجعوا للرسول حتى لو اجتهدوا بيرجعوا اليه، دي مدرسه ومنهج بيدربهم. وبعدين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني تمرغت في التراب؟ يعني كده يكفيك ان تفعل كذا، ضربه اولى وضربه ثانيه. الضربه الاولى اللي هي التيمم، يعني نضرب على التراب وعلى الصعيد الطاهر، وبعدين نغسل الوجه، نمسح الوجه عفوا، نمسح الوجه هكذا مسحه واحده، ونضرب الضربه الثانيه، وبعدين نيجي على الايد اليمين كده اهو شوف سيادتك، وبعدين نرجع كده، واليد الشمال كده، ونرجع كده، خلاص انتهت المساله. مساله بسيطه يعني، يكفيك ان تفعل كذا وكذا وكذا. مولانا الدكتور شوعلان بشكرك شكرا جزيلا، وغدا نتواصل مع يوم جديد من رمضان المبارك.